صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا سميت هذه السورة بسورة المنافقون؟ ولماذا صار المنافقون أسفل النار؟ وهل النفاق موجود في الناس إلى يوم الدين؟ سميت السورة سورة المنافقين لأن الله ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم، سميت بذلك، ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم، ولذلك سميت سورة المنافق. والنفاق باقي إلى أن تقوم الساعة، والنفاق إنما يظهر إذا قوي الإسلام، إذا قوي الإسلام ظهر النفاق. فإذا حصل هناك المسلمين قوة وتمسك بالدين فإن النفاق يظهر. نعم. أما إذا ضعف المسلمون فإن المنافقين يحصلون على ما يريدون ولا يحتاجون إلى النفاق، ما يحتاجون إلى النفاق إلا إذا قوي المسلمون. وصار المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بخلاف الكفار الأصليين فإنهم لم يخادعوا، أظهروا كفرهم ولم يدعوا الإيمان، أظهروا كفرهم صراحة ولم يدعوا الإيمان. نعم. فجريمة المنافق أشد من جريمة الكافر، وعذاب المنافق أشد من عذاب الكافر. نعم.